الأرقام اللي تسجلت عند الصليب الأحمر بيطلعنا عليها مثل العادة. أليكسي نعمي مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني، إضافة للمهمات اللي قاموا فيها، ودايما هن بيلبوا أي نداء بتنادوه أكيد ل يعني الطوارئ والإسعاف. صباح الخير أليكسي. إذا أليكسي نعمي مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني، صباح الخير. بونجور أليكسي، صباح النور، يعطيك يعطيك ألف العافية. عافية، ميرسي، تفضل، شو عنا اليوم؟ يعني من شوية حضرتك قلتي إنه الانتباه عدم والإرشادات، التلهي. يمكن محطات البنزين هي أكبر إرشاد لنا، لأنه حوادث صارت 12 حادث 13 إصابة، ما عم بيكون في حركة سيارات على الطريق. بيروت 3 حوادث 4 إصابات، جبل لبنان 5 حوادث 5 إصابات، والشمال 4 حوادث و4 إصابات. تتوزع أنواع الحوادث بين دراجات نارية وسيارات، أما الأسباب بتعود كلها للسرعة. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرع الإسعاف والطوارئ والصليب الأحمر، سجلت 373 مهمة موزعين على 209 حالات طوارئ، 140 نقل مريض عادي و24 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى. هذا كل شيء، ويعطيكم ألف عافية وبكون قاعد لحضرتك. لألك كمان شكرا. أليكسي نعمي مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر.